عسلية الحكومة عايزاها في ايه؟ صار جوزت اتنين، واحد في اسكندرية وواحد في المنيا. الاولاني سرقت منه فلوس والتاني خدت منه عيل صغير. اسمع يا ابن الناس، احنا ساكنين هنا في عمارة لا فيها دم ولا جسس، هتخرج بالجثة ازاي قدام السكيورتي؟ ولا كلمتين اللي قالهم على عسلية لحسوا دماغك وعموا عنيك؟ عسلية طلعت اوسخ مني ومنك، متجوزة اتنين وهي لسه على ذمتي. انا زعلانة منك. انا عارف. انت ليه ما بتردش على مكالماتي والمسجز بتاعتي؟ حقك عليا. انا قلقت عليك، قلت لي اشوفك كويس وبتتهرب مني، انا بعد الشر عليك تعبان. هاني ازيك يا حبيبي؟ معقوله تجد ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. بابا ازيك؟ الحمد لله. عرفت انك تعبان فكان لازم اجي اطمن عليك. بس انت واضح ان صحتك بقت زي الفل. الهنا والشفا. متشكر يا دايما. قاعد لوحدك ليه؟ ولا حاجه. انا اصلا مش عايز حتى انزل بالسرير، طفيت الموبايل، مش عايز اسمع اي دوشه خالص. ليه بس؟ طب تعالى ننزل نقعد في الجنينه شويه. جنينه ايه؟ انا بقالي ساعه بتحايل على نفسي اقوم اخد شاور ومكسل. يا مراد انا كنت مروب عليك، ما قدرتش امسك نفسي لما شفتك تعبان كده. انا جيت يا هاني من بره لقيته في المستشفى وعنده زحمه، وعرفت ان الهبابه اللي اسمها داليا دي عايشه معاه، فهمني انت طبعا. انا قلت لك واحنا في الطريق ان ده عادي. عادي ايه انت وهي؟ يا ابني مفيش بيني وبين داليا اي حاجه خالص. عسليه سعيد ثابت محكوم عليها ب10 سنين سجن في قضيه تعدد ازواج، وبطاقتها من سجل مدني ولابو العيله. بالراحه بس، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ من غير جنان لو سمحت. متجوزه ايه؟ متجوزه مين يا باشا؟ انا ما اعرفش، بيظهر على الكمبيوتر الحكم بس، اي حد هيجي يستلم الفيش هيتمسك. انت متاكد؟ مش عارف انا ايه البهدله اللي انت عايش فيها دي. ايه الكركبه دي يا عم مختار؟ ما تدقش. متعود. تسلم ايدك. صحيح، البنت اللي انت قلت لي اسالك عليها اخويا في الداخليه، طلعت الدنيا مقلوبه بسببها. ليه؟ طلعت متجوزه ثلاثه. ثلاثه؟ اه ثلاثه. واخر واحد ده بقى اللي الدنيا مقلوبه عليه بجد. ابن واحد من اغنيه المنيا، وكمان قريبه ومدير الامن هناك. وهي واخده حكم ب10 سنين. عامله لك ايه يا عسليه؟ بتسال عليها ليه؟ ابدا. ماضية شيكات لواحدة قريبتي بمبالغ كبيرة. هنعمل ايه؟ طب قول لي قريبتك بقى دي تستعوض ربنا لحد ما تقبض عليها. بقول لك يا رمزي، ينفع تجيب لي اسامي الناس اللي هي اتجوزتهم دول؟ سهل، هكلمه بكره، اكلمك اقول لك كل حاجه. بس هتعمل بيها ايه؟ ازيك؟ عامل ايه؟ حاسه اني قلقانه وخايفه. قلقانه وخايفه؟ ليه؟ حصل حاجه ضايقتك؟ اهتمامك بيا ووجودي هنا جنبك مخليني مرعوبه انه يجي يوم وامشي. وتمشي ليه بس؟ انا خليك تمشي. هاني أنا مش فاهم، ده مش وقت كان في موضوع زي كده خالص. داليا أنا عايش معاكي أحلى أيام عمري. لكن أنا ما لكنش أصلا من ساعة ما اتشقت الأرض وطلعتي لي وخبطتك بالعربية، وأنت بقيتي أهم حاجة في حياتي. مش بإيدي. أنا مش فاكرة موضوع العربية ده، بس بليز يا مراد أنا مش عايزة أمشي من هنا. أنا مش هسيبك أبدا. ما تسيبنيش. تعالي. أنا
أنا مش هسيبك يعني مش هسيبك. أيوة حبيبتي أنا بركن ونازل. أنا أتعامل معاك على إن مين؟ أنت مين؟ داليا؟ أجمل وش شفته في حياتي. أنا مش عارف أفكر في أي حد غيرك. ولا انتي حبيبة مراد أعز وأغلى واحد عندي في الدنيا. أسكت واستعبط طيب ولا كأني سمعت عنك أي حاجة؟ ولا أقول له اللي سمعته عنك والبلاوي المتلتلة اللي انتي عاملاها ومش فاكرة أي حاجة منها؟ مالك؟ شفت كابوس ما فهمتوش. كابوس؟ طب اقعدي احكي لي. حلمت انك مش عايزني معاك هنا في البيت وعايز نمشي. كابوس يا شيخه، الاحلام دايما بتتفسر بالعكس. ويلا قومي من فضلك اجهزي عشان احنا متاخرين على الشركه وعندنا مواعيد كتيره جدا. يلا. هي الساعه كام دلوقتي؟ دخل على 9 اهو، متاخر شويه يعني. معلش يا مراد، انا حاسه ان انا مش عايزه اروح الشركه النهارده. طيب خليكي هستناك هنا. اقوم احضر الفطار. هو انت خدت الدواء؟ لا انا مش عايز اخد دواء بعد كده. مش حاجه اسمها. بصي داري انا قلبي زي الحديد الحمد لله، انا مش عايز دواء. ماشي ماشي، بس تاخد الدواء. هو حضرته هنا وحضر الفطار، تفطر وبعدين تاخد دواك. ايوه. ايه ده ايه ده؟ ليه ليه يا ساتر يا ساتر عليك؟ ليه كل ده؟ الدنيا فيها ايه ليه؟ صباح
صباح الخير علي البيه. صباح الخير ايه بس يا عطو؟ خش خش الساعه الصبح وكل ده جرز يا اخي. وايه ده؟ ايه ده؟ انت ما رحتش لعلي الزياره ولا ايه؟ تعالى تعالى قول لنا تعالى. لا رحت ولسه راجع بس ما قابلتوش. طبعا ما دخلكش. علي خرج من السجن. ايه؟ هرب؟ لا طلع عفو نص المده. هرب؟ خرج. خد عشان تفوق. يعني ايه عفو نص؟ خرج خرج عفو. ادوله عفو نص المده. خرجوه. الدنيا مقلوبة على الراجل اللي انت خربقته في الشارع. الظاهر طلع حاجة مهمة. وكيل وزارة وكيل نيابة. أنا مش عارف بيعملوا معايا كده ليه؟ هو يلاقوا حد محل ثقة غيري يعني؟ طب أفهم. أفهمها. بخلص على مين؟ وليه؟ وإيه المصلحة؟ وبعدين أنت مجنون يابا. ما كنت ترقاد له بير سلم اسانسير. انت مش كنت قلت لي عن زبون عشان اخلص عليه؟ قول لي حكايته ايه واخلص عليه امتى. انت عجبتك اللعب؟ كله من اللي علي. ماشي بس يا وش يا وش، انما رزع رزع الصوت هيعلى والريحه هتتشم، وانت لو اتقفشت يا حلو مش هتلحق تزعل ولا تفرق معايا. عارف يا انسي لما قتلت الراجل ده اني معرفوش حسيت اني استريحت، حسيت كده اني حسيت اني خدت بطاري. طار؟ لا مش فاهم. يعني عايز اقتل الناس كلها. بقالي اكتر من سنتين ما شفتكش الصبح كده، دايما تعدي عليا اخر الليل. قولي بقى جايلي بدري ليه؟ مفيش، قلت اخد رايك في حاجه كده. انا قلت كده برضو. حاجه بخصوص واحده بنت. بجد نويتي مختار تتجوز؟ طب وماله؟ خلاص قولي هي مين وانا اروح لامها النهارده. اتجوز ايه بس؟ اسمعيني. طب قول. في واحدة أعرفها عملت حادثة وخبطت دماغها خبطة جامدة أوي. يا ساتر يا رب. الخبطة دي أثرت عليها وخلتها تفقد الذاكرة، بقيت مش فاكرة حاجة خالص عن حياتها. ده شغل أفلام. يوه بقى. كمل كمل. أنا بقى عن طريق الصدفة اكتشفت إن بنتي دي عاملة مصايب كتيرة جدا. جرايم محكوم عليها وهربانة من السجن وحاجة سوء. اللي حصل ده قبل الحادثة ولا بعدها؟ قبلها طبعا. تمام. السؤال بقى انا اتعامل معاها ازاي؟ انا عرفت دلوقتي اتعامل معاها على اساس انها البني ادمه الجديده اللي عامله زي الطفل الصغير، ولا على اساس انها البنت اللي انا عارف انها هربانه من حكم ومجرمه؟ طبعا على انها مجرمه. وهنا قول لي بقى يا مختار، هي الحكايه دي بجد ولا تقليد؟ بجد. بيقول لك واحدة يعرفها. يبقى لازم يبلغ عنها. أولا يا سالم أنت ما سمعتش الموضوع كله. ثانيا البنت اللي أنا بتكلم عليها دي واحدة غلبانة أوي وطيبة جدا. وفعلا مش فاكرة أي حاجة من تاريخها. عايزني أحاسبها على حاجات هي مش فاكرة إنها عملتها أصلا. مش ده يبقى ظلم عن الشيخ؟ فاكرة بقى ولا مش فاكرة؟ ما هي نفس الشخص. نفس الروح الشريرة، يعني لو جات لها فرصة إنها تأذي أي حد هتأذيه. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام.
كلامه ما عجبنيش. المهم انا اتصرف ازاي دلوقتي؟ لا انا ما اعرفهاش، انت اللي قابلتها وانت اللي اتعاملت معاها. اول مره احس ان مخي واقف مش عارف افكر. خلاص سيبك من عقلك وحكم قلبك. قلبي معاها، بس انا اقول له هو يعمل اللي يعمل. هتقول لي مين؟ انا همشي. هشوفك امتى؟ هكلمك. طيب بكم يا وائل؟ 45. 45 كتير قوي. 45 انا كنت بجيب بخمسة جنيه. خد يا وائل 45 وخمسة عشان متشكري. يلا زكا. ازيك؟ اهلا وحشتيني. هو انت لوحدك؟ خليك في حالك يعني. ايه هو انت نسيت اللي حصل بينا ولا ايه؟ اه نسيت. وبعدين اتلم وخليك محترم يا اخوي، انا ست متجوزه ولو ما اتلمتش بقيت مؤدب علي النعمة لخلي جوزي يضحك على مكبتكو. جوزك ده جنان بقى. طب ده احنا كنا حتى يعني ما كناش. وتلمي يا اخويا بدل ما خلي ليلتك دي اسود ليلة في حياتك. ايه يا فتور زعاي مع مين؟ ده الوقت بتاع السوبر ماركو اصله منيل بستين نيلة. لو عارف جايب ايه ولا بينيل ايه. احنا هنروح لعلي امتى؟ علي مين؟ علي جوزك؟ لا علي لوز. انت حصل لك فقدان ذاكره؟ نبقى قولي انت اللي حصل لك فقدان ذاكره. انت مالك بتحور معايا كده ليه؟ يا ولي الله، مش قبل ما علي يخش السجن كنت قاعده معاه في الشقه والشقه خلاص راحت صح ولا لا؟ هتنطقي صح ولا لا؟ صح. وقبلها مش كان قاعد معايا في شقة أم الله يرحمها؟ يو صح. أنا مش فاهمة حاجة. علي تاه وسط مخاليق ربنا زي ما أنا وأنتي تهنا بس كده. إيه ده؟ خد يا ولية يا ولية نقول لنا كوبايتين شاي ولا أي حاجة. خدامة أهلك أنا. شوفي ولية لسانك متبرر مني. يا ولية اعملي كوباية شاي يا ولية. صباح الخير مختار. ها انت فين؟ انا كلمتك ولا 100 مرة ما بتردش عليا. بعدين. صباح الخير. لسه مراد سأل عليه مرتين. ده اللي جواه؟ لسه ما جاتش. انت فين يا مختار؟ بتكلم ما بتردش عليا، رحت فين؟ ابدا كنت بشوف حاجة كده مهمة جدا لازم احكي لك عليها. لا 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 حاجة مهمة ولا حاجة. اقعد. أنا اللي عندي حاجة مهمة وعايز أحكي لك عليها. مختار. أنت صاحبي قريب مني صح؟ صح. طيب في حاجة حصلت إمبارح ولازم أقول لك عليها. اتفضل. أنا بحب داليا. وبعدين؟ بحبها جامد. إمبارح كنا مع بعض. ما انتوا على طول مع بعض يا مراد. ليه ليه ليه؟ مختار ركز معايا. مع بعض يعني؟ مع بعض يعني؟ معايا. وانا قررت اتجوزها. نعم. تتجوزها ازاي؟ مش دي كانت؟ كانت متجوزه. بس هي دلوقتي اسمها داليا نور ومش ممكن تبقى حد تاني. افرض ذاكرتها رجعت لها. مش هترجع لها يا مختار، مش هترجع لها صدقني. صدقك ازاي يعني؟ لو كانت هترجع لها كان حصل ده من زمان وكانت افتكرت. يا مراد داليا دي واحده كان عندها حياه كامله قبلك وما نعرفش عنها. ما يهمنيش يا مختار، مش مهم بالنسبه لي. انا بحبها جامد وما عنديش استعداد انها تبعد عني خالص. انا اول مره بحس بكده يا مختار. انا راجل عكوس برضو. انا مش عارف سكن هتقدر تفهم ده. يعني تخيل نفسك تصحى تلاقي واحده عايشه عشانك. عشان يا مختار بتاكلني تشربني
وبتحميني وبتديني الدواء. طب انت فاكر مختار لما كنا في المستشفى؟ فاكر انها قعدت اسبوع بحاله ما بتنامش والست مش منتظره اي حاجه. يا مراد الست دي ليها ماضي. نسيته يا مختار نسيته. صدقني. اصدقك ازاي؟ صدقني انا دلوقتي كل حياتها. انا مش شايف اي حاجه تجمع ما بينك وما بينها. يا مراد اعقل، مش هينفع تتجوز داليا. خلاص نفضل زي ما احنا. والناس؟ ناس مين؟ ليلى اختك، ولادك، الناس هنا في الشركة. ليه يا مختار؟ الناس دي ولا فيهم واحد اهم مني. انا اهم حد هنا يا مختار. وبعدين الناس دي اللي عايزين مني ايه يعني؟ مستكترين عليا ان انا مبسوط مثلا؟ طب بص، انا القرار خدته خلاص. داليا دي هتبقى بتاعتي، ومش هسمح لاي حد ولا اي حاجه تاخدها مني. طب بذمتك انت مش حاسس ان انا مبسوط؟ انا اتغيرت؟ طب بلاش، انت كنت جاي عايز ايه؟ لا مش مهم بقى دلوقتي. مش مهم ليه؟ ما تقول تبوظت ليه يعني؟ يعني موضوع ما يجيش حاجه جنب اللي انت حكيته. داليا ايه اللي مقعدك هنا؟ تعالي اقعدي معايا. يلا تعالي نقعد. خير؟ كنت عاوزاكي في حاجه. قولي. عايزه اشتري هديه لمستر مراد، وطبعا انت بما انك عايشه هنا معايا فاكيد تعرفي هو بحب ايه وما بحبش ايه وكده. بس هو عامل لي معامله حلوه قوي وجاب لي حاجات كتير، يعني فكرت اجيب له حاجه كده تفرحه. انت عايزه تجيبي له هديه؟ بس ده سؤال صعب قوي. صعب ازاي؟ انت بقالك هنا كتير يعني اكيد تعرفي هو بحب ايه. بصي مستر مراد ده اطيب راجل ممكن اقابله في حياتي، كريم جدا. هو وعيلته اغنيه قوي من زمان، الفلوس دي عندهم كتير جدا، مش مخليهم محتاجين اي حاجه. هو عمره ما دخل عليا. بس اقولك انا هعرفك ايه اكتر حاجه ممكن تساعده. ايه هي؟ الاهتمام، ان حد يهتم بيه. كتير بيشتكي لي ان ولاده ما بيسالوش عليه وبيغيب عنه لفترات طويله، عشان كده اكتر اتنين بيحبوهم انا ومستر مختار. انت عارفه لو اهتميتي بيه هيحبك جدا، وكمان هتعوضي لي النقص اللي هو حاسس بيه. الواضح ان هو محتاج اهتمام عشان هو بيهتم بالناس كلها. اقول لك على حاجه، انت من ساعه ما جيتي هنا ومستر مراد اتغير تماما، فعلى طول يقوم مبسوط ويهزر. ده بيهزر معايا انا شخصيا. انت غيرتيه خالص. انا Thank you.
Here we go. I have been following all the modification of the contract between our and your company, especially the third and the fourth terms, not to mention the $1 million penalty as per your request. Mr. Murad finds the fulfillment of the payment has to increase to 16 months. After that, it will be a pleasure to sign with your company. All right. Perfect. It was a pleasure to work with you, Mr. Murad. Pleasure is our. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Mm-hmm. No. Pleasure meeting you guys. Thank you. Bye-bye. Thank you. مبروك يا مراد. الله يبارك فيك يا حبيبتي. I'm so proud of you. Thank you. الحمد لله على السلامة يا شفيق. مبروك عليك العربية الجديدة يا عم. الله يسلمك ويبارك فيك يا سعادة. الرحلة كانت ناقصاك والله يا باشا. رحت لمينا يا اخويا؟ الشغلانة طلعت سهلة يعني؟ اه والله يا مدام، بصراحة الرجالة بتوعكوا قاموا بالواجب وزيادة. وأنا قاعد على الكرسي بتاعي. الورق كله سعادتك جاي لحد عندي. ربنا يديهم الصحة. اللهم صل على النبي. دول 100,000 جنيه حق. عربيتك تستلمها بكرة. يكونوا الرجالة بس طوقوهم تراب السفر. تمام. طب ما تخلي سعادتك. حبيبي. خيرك سابق يا باشا. ربنا يخليك يا رب. ربنا ما يحرمني من سعادتك. ربنا يخليك. رجالة حبيبي. مش عايز حاجة؟ الله يبارك فيك، ربنا يبارك لك فيك. تسلم. تمرين حاجة يا مدام؟ لا هيوصلوك يا أخويا، اتكل على الله. تسلم يا غالي، تسلموا لي، الله يبارك لكم. يلا يا رجالة، واحد بس والتاني يبقى معايا. بالراحة يا عمنا. نطمن بقى. تمام. برافو. مع إني ما كنتش موافق. كنت متخيل الحركة البلدي دي هتعدي. يا باشا البلدي يوكل. يا صلاة النبي، ده احنا هنبقى أغنية والقش هتبقى معدن. الغريبة بقى يا راشد، لما قلت الأجانب بره على حركة الكوك في عربية المعاقين دي وافقوا على طول. ما الخواجات برضه بيفهموا يا أخويا والله. أنا مش شقاوة بقى اللي بجد، كنت باخد 500 جنيه على العربية اللي زي دي. أول لما عرفت السكة دي ما بطلتش، والناس كانت فاكراها خدمة إنسانية. اللهم صل على النبي على الفكرة الكفرة بتاعتك يا معلم. قول يا معلم. حلاوتك يا ماستر. يلا يا اخوي يلا. مبروك علينا 5 كيلو كوكايين حلال. حلال يا راشد. اه يا باشا، مش جايين عن طريق خدمه انسانيه. اه يا ولاد.